السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف بيكي؟ اسمي عنود علي ماضي. بتداومي فين أستاذ عنود؟ وزارة الاقتصاد والتجارة خدمة العملاء. أستاذ عنود حضرتي معانا برنامج قيادة بالكاريزما، مدرب مؤثر مقنع، الذكاء المليونير ذكاء المالي. إيه رأي حضرتك في التجربة بعد الثلاث برامج؟ بكل بساطة أقدر أقول إني أنا تحولت من عنود عادية إلى مليونيرة. واو. بإذن الله إن شاء الله يا رب. تحولت فكريا وعقليا ومستعدة لخوض التجربة. ان شاء الله باذن الله قبل السنه ما تخلص اكون انا جايتكم واقول لكم انا مليونيره. شايفه ان التجربه تفيد اشخاص معينين ولا ممكن اي حد يحضرها ويستفيد منها؟ تفيد اي شخص بيغير من نفسه، اي شخص طموح، لكن يجي شخص ما له قابليه انه يغير في نفسه ولا عنده اي طموح بس انه جاي يسمعها ويحط الشهاده في البيت، لا يجي. نبي واحد فعلا ياخذ الشهاده ويتغير، واحد ياخذها من هنا يقول انا تغيرت، انا فعلت الشهاده نفعتني بكذا وكذا وكذا. ايه اكبر حاجه استفدتيها في الدوره؟ خبره الدكاتره البيرفكت اللي تعاملت معاهم، خبره الدكتور نفسه كيرت، تعلمت من دفع قفزه الى الامام بشكل مهول، تعلمت من ان الواحد اللي بيصير مليونير ما ينتظر دقيقه ولا دقيقتين، يبدا من هاللحظه من هالثانيه من الحين، لان بدا الحين يستغل وقت كبير واستفاد من اشياء كثيره باذن الله، وكل قفزه هو يكون ثق منها انه يصير مليونير. أنا ده مش أول تعامل مع شركة ميديكس، مظبوط؟ إيه اللي بيشجعك تتعاملي مع شركة ميديكس مرة بعد مرة؟ الثقة في الإدارة في الستاف، حسن تعامل في الستاف معنا، الصدق في المعاملة، الأمانة في العمل معك، وخبرة الدكاترة اللي جايبينهم إن شاء الله أساتذة الدكاترة على مستوى خبر إن شاء الله لوفقكم منه لأعلى ميديكس. إحنا وأنت يا رب إن شاء الله. تنصحي أشخاص تانيين يخوضوا نفس التجارب دي؟ إيه، أتمنى الكل، كل واحد يتمنى يتغير، كل واحد يقول أنا ما أقدر، تعال جرب، ما في حد ما يقدر، إحنا كلنا ولدنا على بطنه، كلنا ولدنا على ضمان، تعال جرب، بعدين تكلم، بعدين بعد ما تجرب بعدين يعني أنت فكر أقدر ولا ما أقدر، لكن تقعد في البيت وتقول أنا ما أقدر ما يصير، أنت ما قيمت نفسك، قيم أول بعدين تشوف. شكرا لك يا نور. عندك مانع النهارده تدوجي على القنوات الخاصه بشركه ميديكس؟ لا ابدا، عم بفكر لكم بعد. شكرا لك، توفيق.